اعمل لي بايديه هيك. هلا ما فهمت انا شو قصده، يمكن عم بقول انه عندك مقومات جسديه. من البدايه حسيت نظراته شوي غريبه، وحسيت كيف عم بيطلع فيني وهيك، حسيته هيك نظراته وهيك قرب شوي زياده عن اللزوم. انا زعلت، كانت ردة فعله انه انا ما قدرت امنع حالي ولحتى احط ايدي. المدير بعت وراي قال لي مبدئيا انت عندك يعني الطلاق او عندك اللغه اكيد والدراسه وعندك الشكل والمقومات، وعمل لي بايديه هيك. هلا ما فهمت انا شو قصده، يمكن عم بقول انه عندك مقومات جسديه، انه نحن لازم يكون كمان شوي المذيع ما تكون جامده، يعني لازم هيك شوي يعني يفتح الواحد شوي من فوق. قلت له شو يعني يفتح من فوق؟ قال لي يعني مثلا هيك تبين شوي هيك صدرة من فوق رقبتها، وانتي ما شاء الله يعني عندك. هلا انا وقتها هيدا حسيت انه هيدا تلميح مش مقبول، سلمت عليه وهيك حسيته عم بيشد على ايدي زايد هيك، وحسيته هيك نظراته وهيك قرب شوي زيادة عن اللزوم. انا زعلت، قلت له خير؟ قال لي لا بس بدي اقول لك انه انت كنت كتير طالعة حلوة اليوم وسكسي. هلا انا اكيد يعني شفلت وبعدت وهيك، فما لقى مني تجاوب. قال لي طيب نحن بنرجع بنحكيك بعد فترة. وهي هيك كانت الحكاية. حسيت بالقعدة انه يعني كانت نظراته غريبة، وانا وقامي عم فل من الانترفيو عم بيسلم علي، شد كتير على ايدي، وانا وبارني يعني حط ايده على مؤخرتي وضليتني انا ماشية، واستغربت انه فكرت اول شيء بالغلط، بعدين انتبهت انه قلت له شو بيك؟ كانت ردة فعله انه انا ما قدرت امنع حالي ولحتى احط ايدي عليكي، فدغري تركت الانترفيو وفليت من المقابله. 98% من الصحفيات بلبنان بيقولوا انه زميلات لهم صحفيات تعرضوا للتحرش الجنسي، 70% منهم تعرضوا بنفسهم للتحرش الجنسي. وقد سالنا الصحفيات اذا تعرضوا لاي نوع مضايقه بسياق عملهم او بسبب عملهم الصحافي، 90% قالوا لنا نعم. ما عم نحكي بس عن تحرش جنسي، عم نحكي عن الوصول للتهديد بالقتل، خطاب كراهية وغيرها من المضايقات. نحن كتجمع عم نكون واقفين إلى جانب الزميلات، في عنا حالة مثلا تحرش تم التبليغ عليها أونلاين وتدخلنا لتقديم الدعم القانوني للزميلة اللي تعرضت لهذا الموضوع. لازم تشديد القوانين ولازم تقديم هذا الدعم لبعض ومأسسته أكثر، ولازم النقابات يكون عندها دور بهذا الإطار، وهذا الشيء اللي نحن عم نعمله كتجمع نقابي. بتبلش من المحيط اللي بحضرها بشكل ذكوري للتضحيات الجنسية اللي لازم تكون عم بتقدمها لحتى تكون ناجحة، تستكمل خلال التدريب والتوظيف وما بعد التوظيف، وبتكون محاطة باستخدام السلطة بشكل سيء بترافق مع عدم وجود مساءلة ومحاسبة حقيقية بظل ثقافة ذكورية تعتبر أجساد النساء ملك عام. بظل كل هالتحديات نحن بحاجة لحلول عملية للحد من التحرش الجنسي بالصحفيات، وأهم وضع سياسات صارمة ضد التحرش تتبناها المؤسسات الإعلامية، وبتكون إجراءات التبليغ ومعاقبة المتحرشين واضحة جدا فيها.